السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. مش عارف أنا مش عارف أقول إيه ومعرفش القصص الإخبارية والحكايات اللي زي دي مش عارفة تتقال ازاي، يعني اقولها وانا بعيط ولا اقولها وانا بلطم ولا اقولها وانا بضرب كف على كف ولا اقولها وانا رافع ايدي للسماء واقول يا رب يا رب انقذنا من اللي بنشوفه كل يوم ده. أنا يعني مش عارفة أبدأ إزاي ولا أجيب الحكاية منين. يمكن لحد اللحظة دي مش قادرة أصدق إن ده حصل في شوارع مصر، يمكن لأني مصدومة مثلا. أنا ترددت إني ما وتركوش معايا في القصة، بس برضو السكوت عمره ما كان حل ولا التجاهل كمان حل ولا اللي شفته على السوشيال ميديا والناس بتاخد قصة كارثية مأساوية وتحولها لنكتة وضحكة هو الحل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله والله وكمان والله أنا ما صدقت لما جالي الخبر وأنا بقلب وبشوف، يعني لما قالوا لي في أب في قرية في الشرقية، أنتوا هتلاقوني النهاردة ملخبطة وبجيب حتة من هنا وحتة من هنا، طيب يعني اعذروني النهاردة. في اب اصلا اي حاجه بتتعلق بالاولاد او الناس كبار السن انا بخرج عن شعوري. المهم في اب في قريه في الشرقيه عمل زفه وشال بنته على كتفه وهي رافعه منديل ابيض، نزل الفيديو وهي رافعه منديل ابيض وراء أهل القرية بيهتفوا مع بعض الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. خليك والنبي خلي الفيديو. الشفيفة الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. بصوا أنا مش زعلانة من اللي اتقال، أنا زعلانة من التجمع ده ليه؟ يعني هي ليه طالعة تعمل كده؟ فقلت يا جماعة في عقل بالي هو في إيه يا جدعان؟ إيه يا جماعة؟ إيه التهريج ده؟ ده مشهد سينما؟ ولا مسلسل ولا فيديو جديد على التيك توك؟ يعني انا قعدت قلبت على السوشيال ميديا واتصدمت اني مش مصدقه. قلت الناس اياها يمكن دول بتوع التيك توك عاملين فيديو وخلاص بقى، يعني عاوزين يطلعوا ترند. ما هي بقت هيصه وبنشوف العجب، بس لا طلع تيك توك ولا طلع مشهد سينما، ده طلع بجد. وكل معلومة في الخبر بعرفها هنا بتصدم أكتر وأكتر. واصبروا بقى أنا عندي تفاصيل كتير قوي. أغرب مأساة وكارثة حصلت في قرية المسلمية، دي قرية في الشرقية، طفلة أقل من 16 سنة قاصر، طفلة اللي متشالة على الكتف اهي دي، طيب اهي
بصوا يا جماعة قد ايه طفلة طفلة، ها جوزوها، وتاني يوم قال لك ايه بقى جوزها راح عامل فضيحة بحجة انها مش عذراء، وودها لدكتور كشف عليها. قوم بقى ايه جوزها طلع يحكي للناس الفضيحة، قوم بقى ايه اهل الزوج ماشيين في البلد بعلو الصوت يفضحوا في البنت ويقولوا عليها انها مش عذراء الطفلة دي. ودي كانت المشكلة. طيب تعالوا بقى نروح للمصيبة. أبو الطفلة عمل إيه؟ أبو طفلة الطفلة بقى اللي عايز تتقطع إيده اللي مضت على عقد الجواز لبنته، الطفلة دي راح واخد بنته هيعمل إيه بقى؟ ما هو عايز يثبت وحقه، وطلع على الطب الشرعي وعمل لها كشف عذرية. فالطب الشرعي قال ان الطفلة دي منة عذراء. طبعا كأب الرجولة اللي بتجري في عروقه اللي انا بسأل كانت فين حضرتك لما جوزها فضحها وانت بعتها، ده كان في صفقة، كانت فين الرجولة في الصفقة دي يا عم الحاج؟ طفلة أصغر من 16 سنة كانت فين الرجولة دي؟ حرام عليك، طفلة طفلة طفلة. أنا عايزة المجلس القومي للمرأة النهاردة يرد عليا يقول له يقول لي إيه رأيه في الكارثة دي. فراح أبو منة عمل زفة وشال بنته الطفلة دي على كتفه. أيوه دي طفلة على فكرة، هي شكلها كده، في بنات بتبقى سنها كده وجسمها فاير، بس دي طفلة ما كملتش 16 سنة، وخلاها ترفع منديل أبيض ومشي يهتف الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. والناس يا حرام ماشيين، ما الناس يا جماعة بأي هوجة وخلاص، أي لمة، أي لمة وخلاص، أي حد بيهتف بيمشي وراه، واللي يقولوا يقولوا، لأ لأ افهموا، ما تمشوش ورا أي حد وعمال بيهتف وتقول وراه. يعني أنا دلوقتي كبسمة بقى أنا عايزة أروح قرية المسلمية في الشرقية وأمشي ويمشي أهل البلد ورايا وأهتف وأقول الطفلة البريئة هيجوزوها يا بلد، وتقولوا ورايا بقى الطفلة البريئة هيجوزوها يا بلد. إنما إيه ده اللي بيحصل ده؟ خلصت لحد كده؟ أبداً، لسه باقي الكوارث جاية. بعدين بقى المصيبة الأكبر في يوم الصباحية الصبح بقى إيه اللي حصل يا جماعة؟ العريس جاب البنت العروسة اللي بقت مراته، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شارك في هذه الجريمة، جاب البنت خلاها تصور فيديو تقول فيه انها مش عذراء وانه اللي عمل كده اخوها. ايه القرف ده؟ ايه المستنقع ده؟ انا مش فاهمة لحد دلوقتي يا جماعة، هو في يعني هل في بين العيلتين او بين الاب الاخ الزوج في طار، في مثلا مشكلة انتقام مهم؟ أستاذنا ده الأستاذ العريس باشا جاب أبوها ووراه الفيديو، وبعدين أبوها بقى طلع راح للطب الشرعي زي ما قلت لكم، وطلعت البنت عذراء.
في حاجة في القصة احنا يا جماعة مش فاهمينها، ليه الزوج قرر يعمل فضيحة؟ يعني انا اعرف ان الزوج لما يلاقي كده بيلطم ويبقى زي النعامة يحط راسه في الارض، ده اللي انا اعرفه، او يستر على نفسه مش عليها، طلقها وخلاص. انما ليه الزوج يا جماعة طلع عمل فضيحة وقعد انه يلقي بخطاب ويشهر بالبنت؟ وليه صورها فيديو وليه خلاها تقول كده؟ ايه اللي مع سبق الاصرار والترصد ده؟ وليه الزوج عمل كده وهو يعرفها وبيقوله من وهي عندها 14 سنه؟ وايه الجريمه اللي حصلت دي انهم يجوزوا واحده ما كملتش 16 سنه لواحد عنده يا مفتريين 27 سنه؟ يعني اكبر منها ب 11 سنه طفله. انا اللي صعبان عليا دلوقتي هذه الطفله اللي ما تعرفش حاجه، المفروض انها تكون بتلعب مع اصحابها دلوقتي، مش بتتجوز وبتروح للطب شرعي وتمسك المنديل و... ايه المصيبة السودة دي اللي دخلنا فيها دي؟ المهم الناس في الشرقية التابعين لسان الحجر في الشرقية عملوا جلسة عرفية. الجلسة العرفية دي يا جماعة كان فيها بيحصل دايما بيحصل مشاكل في البلد يجيبوا كبار القرية، وانا الحقيقة مش عارفة كبار القرية راحوا يحلوا مشكلة طفلة اتجوزت واحد اكبر منها ب 11 سنة واتجوزت وهي طفلة اقل من 16 سنة. ما علينا، عملوا الجلسة العرفية وحلوا مشاكلهم مع بعضهم، واللي هي احنا لحد دلوقتي مش عارفينها. انا شايفة انه المدان في هذه القصة هما الاب والزوج، الاب اللي جوز طفلته والزوج اللي اتجوز طفلة وفضحها. الطفلة دي انا متعاطفة معاها، البنت دي الطفلة دي بطل كل قصتها انها بنت صغيرة، لكن ضاعت خلاص. دي هتتجوز، هينفع تتجوز بقى مجني عليها خلاص، مش هينفع تتجوز دي بعد كده. انا شايفة انه في الموضوع في الحقيقة نوع من الإجرام ومخالفة للقانون ومخالفة للشرع، والشهود اللي شهدوا على العقد كلهم شركاء في الجريمة. طبعا الحمد لله النيابة العامة في بلدنا صاحية ومركزة واستدعت ولي الأمر عشان تحقق معاه في جريمة تزويج قاصر. والحقيقة هو أنا ما بقاش يعني أنا شايفة أنه الموضوع مش متهم، في متهم واحد ده في العريس وفي حضرة المأذون. مساء الخير، سلام عليكم يا سيادة المأذون، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعمل عقد لطفل أقل من 16 سنة يا سيادة المأذون؟ ها؟ وفي شهود العقد، كل دول مدانين. وقبل ما حد يفتح بقه ويقول لي عادي البنت مش صغيره يعني، واصل ده العادي في الارياف بيتجوزوا صغيرين وبعدين ياجلوا العلاقه الرسميه، اهي القصه دي اثبتت للكل الحقيقه والفضيحه والجريمه.
لا كان في تأجيل علاقة ولا يحزنون، كان في جريمة كاملة، جريمة بيرفضها الدين، جريمة بيعاقب عليها القانون، جريمة في وصف علوم الطب النفسي إنها بتدمر البني آدم والإنسان وبتدمر الأجيال. اللي حصل في الشرقية ده جرس إنذار. لو كنا نسينا جرائم تزويج القاصرات لازم نفوق، دول أطفال، لازم نفوق ونصحصح ونرجع نحارب الظاهرة الخطيرة دي. بناتنا مش للبيع ولا للتجارة، احنا بنتكلم عن ظاهرة بتدمر المجتمع. الدراسات بتقول كده، الأرقام بتقول كده، علم النفس بيقول كده. أرجوكم، أنا بطلق صرخة، كفاية بقى سكوت يا جماعة على المصيبة دي، كفاية هري ترندات من بتاع الراجل ولا الست، مين ملزم ومين مش ملزم، كفاية عك. احنا عندنا كوارث اجتماعية أهم وأخطر بكتير من اللي الناس شغلين نفسهم بيه بالعلاقات الاجتماعية عشان يطلعوا ترند، وبيأثروا على هذه العلاقات سلبا. شغلين نفسكم بخناقات الراجل ملزم الست مش ملزمة وباقي التفاهات دي. هو احنا لسه النهاردة بعد كل الأجيال وبعد كل الدين والاجتماعيات وكل اللي احنا فيه ده جايين النهاردة عشان مذيع يطلع يقول انه العلاقة بين الراجل والست مين ملزم بإيه؟ انت على حسب مين؟ مين مرجعك؟ انت بتقول غلط. طيب السادة المشاهدين، عشان نعرف ايه الحكاية وايه التفاصيل، احنا معانا ياسمين عزت مراسلة جريدة الوطن في الشرقية. ازيك ياسمين، عاملة ايه؟ اهلا استاذة بسمة، زي حضرتك؟ ازيك انت ياسمين؟ الحمد لله بخير. احكي لي بداية الكارثة والمصيبة دي يا ياسمين. احنا كلنا امبارح اتفاجئنا طبعا على من خلال مواقع السوشيال ميديا والفيسبوك فيديو بنت شايلينها على كتافهم. بنسأل فين البلد؟ قالوا في سان الحجر، مركز سان الحجر بالتحديد، حي المسلمية. طيب يا جماعة في ايه؟ قالوا البنت دي كانت متهمة بان هي مش عذراء، وده جوزها طلقها تاني يوم من الجواز، يعني يوم الصباحية المفروض ان اهلها رايحين يزوروها، اتفاجئوا ان جوزها بيقول لها ان انت طالق وان انت مش عذراء، وعملوا فضيحة في البلد. ده على حد قول اسرة البنت. فاستدعوا والدها، قالوا له بنتك مش عذراء. راح طبعا يتحرق الموضوع، وبعد كده هم كانوا أسرة الولد، خدوا البنت وكشفوا عليها مع عند عيادة الدكتور في نفس البلد. فالدكتور طبعا قال لهم ان البنت فعلا مش عذراء. معلش يا ياسمين بس لحظة واحدة، اتفضلي. هم اهل العريس اخذوا البنت من ايدها يوم الصباحية عشان تروح للدكتور يكشف عليها يعرف هي عذراء ولا لا؟ طبيعي. اي هو جوزها مش عارف هي عذراء ولا لا؟ هو حاول، قال انه يعني الكلام اللي قيل انه حاول زي اي زوج انه يوم الدخله لحد تاني يوم، فكلم مامته قال لها ان البنت مش عذراء. طبعا حماتها خدتها وراحوا لعياده الدكتور عشان يعني يعملوا اللي عليهم. طبعا هم ما عملوش اللي عليهم وما نيلوا الدنيا، ولكن اللي حصل ان الدكتور اكد لهم الكلام وقال ان البنت فعلا مش عذراء. والدكتور ده ايه، في وحده صحيه يعني؟ الدكتور ده في عياده عندهم في البلد، ولكن لحد الان هو لم يعني ما بيعملش مداخلات ولا عمل اي لقاء مع اي صحفي، وطبعا هو مستتر. مستتر؟ محدش يعرف. ما حدش يعرف عنه حاجه لحد دلوقتي. يعني الدكتور مجهول. الدكتور ما حدش يعرف عنه حاجه، ممكن ما يكونوش راحوا للدكتور اصلا وبيقولوا كده. هو ده كلام طالما مجهول ومستتر. لا بالفعل هم راحوا للدكتور. وده كلام عرفتي ازاي؟ ازاي تتاكدي؟ كلامي مع عمها.
ابن عم والدها لما تواصلت معاه اكد له ان هو العريس ومامته خدوها وراحوا الدكتور في البلد عندهم هناك في المسلمية. ده كان كلامه لحد اخر لحظة كلمته. طبعا هم مش حابين يظهروا اعلاميا، وكان من المفترض ان حد منهم هيتكلم، ولكن هم مش حابين دلوقتي ان هم يتكلموا. طبعا النتيجة كانت يا استاذة بسمة ان لما الاب عرف راح عشان يشوف بنفسه الموضوع ايه، وخد كان معاه عقد عرفي كمان لان البنت لسه قاصر عندها 16 سنة، خد فكانوا كاتبين معاه عرفي. عقد عرفي. ده بناء على يعني هو طلب عقد كاتب العريس. مجوز بنته عرفي. لانها قاصر 16 سنة. امال وخدوا المأذون، العقد ايه العرفي الورقة اللي قطعوا. بيشيلها المأذون معاه دي يا ياسمين؟ مأذون ورقة ايه؟ في ورقة بيشيلها المأذون اللي هي إيصال أمانة من الزوج عشان لو حملت أو مش عارف ايه، ضمان للزوجة يعني. بالظبط بالظبط، ده اكيد بيبقى ضمان للزوجه، وبرده بشكل يعني بشكل غير رسمي، ده زي ورقه ضد كده اللي بيبقى موجود تحت الترابيزه يا استاذه بدر. اهلا وسهلا، شرفنا المأذون اللي كان قاعد ده، ملوش لازم عشان ياخد الورقة، ولا تلاقيه شاهد يمكن. كملي يا ياسمين، كملي. والدها عمل ايه بقى؟ والدها طبعا رايح، هو مش عارف ولا فاهم في ايه، تعالى بنتك مش عذراء، تعالى خد حاجتك وخدوا بنتكم. لما وصلوا بالفعل خدوا البنت ومشيوا، ولكن كانت النتيجة ان الاب برضو حب ان هو يثبت او يتأكد هو كمان، فخد بنته وراحوا مستشفى الحسينية، وكان في طبيب هناك في المستشفى تخصص نساء ولادة كشف على البنت واكد ان البنت فعلا عذراء، وده من خلال تقرير تم تداوله ايضا يعني على نطاق واسع، لان نزلوا لنا التقرير لو سمحتوا يا جماعة ده من عشان قصف مستشفى المحصنات ده ما الحسينية. ينفعش. نزلوا التقرير عشان ربنا يكرمنا. ده تقرير مستشفى الحسينية في الشرقية بيقول انه منا عذراء. ايوه منا عذراء، ومختوم بختم النسر، منا عذراء. كملي يا ياسمين. كانت النتيجة طبعا ان في عائلة البنت كلها وهم من العرب او من البدو، فالبدو ليهم زي ما كل مصر عارفة ان هم ليهم يعني دمهم حامي زي ما بيقولوا يعني، ولكن هم برضو في النهاية بيحترموا القانون في البلد، فامتثلوا للقانون وخدوا اجراءهم القانوني وراحوا حرروا محضر بالاسم. وده برضو على حد كلام حد قريب جدا من البنت، ده هو ابن عم مين والدها. اللي عمل محضر؟ معلش. والدها طبعا. خصوصا انه خد يعني هو الموضوع، لان كان الموضوع ده يعني على حد تعبيرهم انه في دم في الموضوع، دي قضيه شرف وتمس العيله والبلد كلها. كملي يا فالبنت ياسمين. بقى والد البنت خد بنته شالها على اكتافه زي ما كلنا شفنا الفيديو، وكان في عز الظهر ولف بيها البلد، دي والبلد الزفه اللي طبعا حصلت مش كده، اللي بالظبط اللي قدامنا كلنا دي اللي احنا شفناها عارضينها، بالظبط كده. اللي قالوا فيها الشفيفة العريفة، بالظبط كده، الشريفة العفيفة وصلت الشريفة يا بلد. العفيفة وصلت يا بلد، دي الجملة اللي كرروها. وطبعا طبل ومزمار والبلد استقبلتهم. طبعا البلد كانت بتشارك أكتر من يوم الفرح نفسه، لأن ده فرحة كبيرة جدا للبنت إن هي يعني بيبرأوها من تهمة. ايوه، هي انتصار للحق وانتصار بالظبط. للشرف وانتصار لبنات الشرقيه في حقيقه الامر. لكل بنت لكل انثى. الله، طبعا طبعا. خصوصا كملي يا كمان ياسمين. البنت انا بشكل شخصي الموضوع استفزني جدا، يعني هي مرت كفايه ان هي عمرها 16 سنه دخلت في قصه جواز وهي لسه 16 سنه، رفاقها لسه بيلعبوا في الشارع، دي ازمه وصدمه كبيره بالنسبه لها، داخله على مسؤوليه الله العالم بيها زي ما بيقولوا، وبعد كده كمان تتعرض لقصه كبيره زي دي، يعالم بقى اللحظات اللي مرت بيها لما جوزها قال لها لا انت مش بنت، ووالدته ويعني اتلموا حواليها. استاذه بسمه اكيد شايفه يعني متخيله الوضع ازاي، ولما يجيبوا اهلها الوضع نفسه مريب. طبعا كان الرد بشكل عام
ما بين مؤيد ومعارض للزفه اللي حصلت دي. فاللي قال ده الناس يعني اللي معرفش يعرف دي فضيحه دي كذا دي كذا، ولكن في مجتمع وهي ما اتفضحتش في البلد لما الزوج بالضبط. واهله طلعوا وقالوا عليها كده. لكن ده مجتمع ريفي، هو الرد هيكون بالشكل ده، والا بقى هتفضل مش هترفع لا، راسها وسطهم مدى وهتفضل الحياه. وصمة عار، والبنت مش هتتجوز. يعني انا لو من جوزها اعمل كده، قصدي لو من ابوها، بس مش حابه كنت الناس تمشي وراهم. يعني خلاص سيبوهم وبصوا عليهم، مش لازم امشي وراهم. طب عايز اسالك سؤال يا ياسمين، كان اتفضلي. في قعده صلح فيها كبار البلد، عندك علم بيها؟ طبعا، هي قعده احكي لي. الصلح كانوا المفروض ان هم هيعملوها قبل النهارده، يعني المفروض ان كانوا امبارح قاعدين وما اكتملتش واختلفوا، وبعد كده راحوا النيابه. هو الفرح كان الخميس يا ياسمين صح؟ الفرح كان الخميس، واللي والفضايح حصل ابتدت الجمعة. يوم السبت. يوم السبت. السبت يوم السبت بقى الموضوع تفاقم ووصل للاطراف كلها بقى وخرج. يوم الحد كانوا بيحتفلوا. طبعا الاهل ما اتفقوش، وبعد كده طبعا الامر وصل للشرطه ورجال الامن، فاستدعوهم خوفا من انه يحدث بلبله في البلد وان حد طبعا يتعدى على حد. طبعا، احتجزوهم، وكان في اصل دي تحيات. فتنه طبعا وازمه طبعا ومشكله وانتهاز ممكن يعني في ناس ما تصدق تركب الموضوع والموجه مظبوط. طعم يلتهموه. فطبعا يعني كان في حرص شديد جدا على انه ما يكونش فيه كلام من اي طرف او من جهه، او حتى ان هو الامن يسمح لاي طرف من الاطراف انه يعتدي على الاخر، على الطرف الاخر. ودي حكمة طبعا من وزارة الداخلية يعني. بالظبط جدا. طبعا طبعا. وطبعا الكل امتثل لرجال الامن وكلمه رجال الامن، وبينفذوا ده بالحذافير طبعا هو اللي حرصا وقف عليهم هم المذبحة على دي اي حاجه. رجال الأمن، مظبوط لأن احنا في دولة قانون. طب مظبوط. عايزة أقول لك حاجة ياسمين، يعني هم طلعوا بإيه من القعدة دي؟ اخر ما توصلوا اليه ان هم كانوا بيتفقوا على مبلغ هيتكلموا ان احنا الحق على مين، ومقابل تردد انه ما بين مليون لخمسة مليون جنيه، ولسه هيقعدوا الجمعه يعني الجايه. العريس يدفعهم لابو العروسه؟ منهم بقى قال ان اهل العريس يطلعوا من البلد خالص ويسيبوا البيت ويسيبوا بلدهم ويخرجوا، لانه ما ينفعش يقعدوا في البلد طبعا. بعد وصمه العار اللي لصقوها بالبنت واهلها. طب ياسمين معلش، انا في سؤال مش لاقيه له اجابه. اتفضل. هو ليه العريس واهله عملوا الفضيحه دي؟ حتى لو هي مش عذراء. يعني انا لما تواصلت مع اسره البنت ابن عم والدها سالته نفس السؤال، قلت له انتوا بينكم خلاف؟ يعني انتوا بينكم خلاف مثلا؟ هل ده كيدي فيكم؟ هل حصل اي سبب؟ فقال لي هم بيدعوا علينا بالكذب، ويمكن الولد مش متزن، الولد عنده مشكله نفسيه، عنده مشكله صحيه، فحب يعني يتوارى ورا ايه؟ ورا انه يقول البنت مش عذراء، او ربما يكون افتكر فعلا انها كده لانه عنده مشكله يعني ممكن صحيه يكون تحتاج العيب علاج. منه، ده من كلام. الزوج، فحب يغلوش. عنده مشكله صحيه ووقع في الفخ ده وما تأناش ولا تروى. يا حلاوه، كل لكن الاقاويل وارده يا ياسمين على فكره. انا بشكرك جدا يا ياسمين. ياسمين عزت مراسله الوطن في الشرقيه. معايا بقى الاستاذه مها ابو بكر المحاميه والقانونيه. اهلا بيكي في 90 دقيقه يا استاذه مها. اهلا بيكي يا دكتوره بسمه، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، نورتي مكانك ونورتي قلوبنا وبيوتنا. يا حبيبة قلبي الله يسعد قلبك يا رب. الله يخليك. مها أنا طلبت مخصوص إنه أتواصل معاكي لأن أنتِ شخصياً بتهتمي بهذه الأنواع من القضايا. إزاي شفتي الكارثة دي؟ رأيك شفت إيه؟ قد إيه؟ في هذه المصيبة والكارثة؟ شفت قد إيه إن في اغتيال للطفولة واغتيال لبرائتنا. علو. اغتيال لمستقبلنا. يعني حقيقي يا دكتوره بسمه اللي انا بسمعه ده مش عروسه، دي طفله. ازاي في قلب يغتال طفل
وحشيه. استاذه بسمه، احنا دلوقتي في يعني ضروره ملحه لتغليظ العقوبه المتعلقه بزواج القاصرات. احنا ما عند الاب ده اللي احتفل بالبنت مش المفروض نكرمه، المفروض نحبسه، لان هو في الحقيقه كان سبب ان بنته تتعرض لكل هذه الماساه بدل ما تعيش سنها. يعني هو قانونا مدان؟ لا للاسف الشديد، ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. للاسف لا ايوه مش مدان. احنا هو معلش لين. هو معلش معلش ثانيه واحده، هو سن الزواج كام؟ مش 18 سنه؟ 18 سنه، لكن ما فيش عقوبه. امال اللي عمله ده ايه؟ مش تحايله على القانون؟ ما فيش عقوبه يا دكتوره. ليه؟ لانه ما عملش عقد رسمي. امتى بعاقبه؟ للاسف الشديد القانون بيعاقب امتى؟ لما يعمل عقد رسمي، والمفروض العقد يبقى 18. هنا لحد مجلس النواب بعد كده. هنا يعاقب بعقوبة التزوير، لكن ما حدث وما يحدث من مجلس الأمومة ولو سمحت والطفولة، لكن ما حدث وما يحدث ان هم بيعملوا عقود زواج عرفي، وبعد سن ال 18 يسجل هذا العقد بإثبات علاقة الزوجية او تصادف على عقد. معلش بقى يا استاذة مها، يعني هي في نظر القانون وفي نظر الدولة يعني مش متزوجة بالظبط. الله. وفريدي حملت ده لو في حاله تانية، يعني تكتب الطفل باسم مين؟ انت حطيتي ايدك على الكارثه اللي احنا عايشينها يا دكتوره. حاجه من ثلاثه، اما الطفل يتعامل معامله فاقدي النسب وينسب لوالدها او اي اسم، او لا ينسب الا بعد سن ال 18. لا تقبل الدعوة بتاعت ان هي تطلع شهادة ميلاد لطفلها ولا لابنها الا بعد ما تتم ال 18. تخيلي احنا بنخاطر بيا يا دكتورة، بنخاطر بطفلة ابتداء اللي هي بنقول لها اتفضلي حضرتك ام وزوجة وهتشيل مسؤولية بيت، ثم بعد ذلك اطفال يعني ثانيين في علم الغيب اللي بيكونوا نتيجة هذا الزواج. تخيلي تخيلي اغتيال البراءة واغتيال مستقبلنا، ده اغتيال لمستقبلنا في الحقيقه، لا يصح ابدا السكوت عليه، لابد من تعديل القانون، في قانون كان متقدم للبرلمان. مجلس النواب بقى البرلمان لازم يشرع قانون، لازم. في قانون بالفعل، في مشروع قانون متقدم فيه العقوبه لاي حد شارك في هذا الامر، كان اب، كان ام، كانت خطبه، كان جار، كان شاهد، اي حد شارك في هذا الامر في عقوبه في القانون الجديد. ايه العقوبه؟ في عقوبه ايضا. العقوبه تصل حتى في يعني في الحبس حتى 3 سنوات، ده في المشروع القانون الموجود دلوقتي اللي لسه ما اتشرعش، فاحنا عايزينه. يعني المفروض دلوقتي معلش يا استاذه مها نجيب بالضبط. الزوج والاب والشهود والمأذون وياخدوا حبس 3 سنين. الله ينور عليكي بالظبط كده. طيب احنا مستنيين القضاء العادل عشان يبقوا قدوه للناس كلها، يبقى في ردع. القضاء مش هيقدر يعمل حاجه دلوقتي، ده لسه القانون ده ما اتشرعش، ده مشروع قانون موجود في مشروع البرلمان. قانون ومجلس النواب مستني ايه؟ لا ده انا نفسي اعرف مشروع قانون الاحوال الشخصيه ومشروع قانون تجريم زواج القاصرات. يعني دلوقتي النهارده ما عنديش قانون يعاقبهم؟ لا الله ما عنديش الله ما عنديش. افرح يا ابو منى. لا افرح يا ام منى. وهو ابو منى وام منى يا دكتوره شايفين اللي احنا بنقوله اصلا؟ هم همهم حاجه ثانيه، ده شبهه عن سيده مكتمله الانوثه في طفله. يعني احنا امام ماساه حقيقيه، هم اصلا مش مستوعبين اللي احنا بنقوله. انا عايزه اعرف مين الست دي يا جماعه؟ الست دي واقفه بتلطم، دي مش فرحانه. الست دي يا جماعه خلي بالكو، دي واقفه خايفة من حاجة وزعلانة، دي إشارة خوف، دي مش واحدة فرحانة. بصين معايا الست دي، الست دي الإشارات دي يا جماعة واحدة متضايقة ومرعوبة وخايفة. ممكن اعرف مين دي؟ اعرفوا دي الام ولا ايه؟ اصل اللي واقفين كلهم الرجاله اللي هم كلمتهم ما بتقعش، اللي هم هتتجوزي هتتجوزي، انما دي بقى مين الست دي؟ انا عايزه اعرف من هي هذه السيده.
طيب أستاذة مها، ممكن تخليكي معايا معانا مداخلة أخرى وهنبقى مع بعض. طيب اتفضلي. معايا الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتورة، ازاي حضرتك؟ أهلا بك يا دكتورة. تسلمي. ازاي تابعتوا جريمة الشرقية؟ أنا مسميها جريمة. ليه مشهد زي ده؟ يعني إيه ممكن، هل مثلا يعني أنا عايزاكي الأول قولي لي شفتوها إزاي؟ ده بداية. طيب خلينا نقول إنه دي حادثة يعني زي يقولوا إيه طفت للإعلام، لكنه ده زيها كتير. كتير جدا. يعني في المناطق الريفية يعني نسبة البنات اللي بيتجوزوا دون السن القانوني عالية جدا. بالنسبة لحادثة الشرقية تم اتخاذ اللازم وتعمل بلاغ، والموضوع في النيابة دلوقتي. يعني في شق قانوني ماشي، يعني غير المصالحة اللي تمت بين الأسرتين وبين الحدوتة دي. البنت اللي صاحبة الحادثة دي عندها 16 سنة، فدي دون السن. فده الزواج تم ازاي؟ أكيد تم دون توثيق رسمي بعقد عرفي يا دكتورة سمية. أيوه بالظبط. طب ده عقوبته إيه؟ بصي حضرتك، اللي كلمت عنه الأستاذة مها قبل كده، إحنا فعلياً في وزارة العدل وعدة برلمانيين محترمين قدموا مقترح لتشريع قوانين بالظبط. لانه المشكله بتقع على الاطفال، زي ما قالت الاستاذه مها مشكوره، الام دي ما بتعرفش تسجل العيال وممكن تتطلق وهي لسه ما جابتش 18 سنه. والولاد دول مش هيتسجلوا باسم حد، هيترموا في الشارع وهترميهم في الشارع في الاخر. ما بيتسجلوش. وبعدين بيحصل كمان احيانا حضرتك جرائم مزدوجه بقى في النسب والميراث، يعني ممكن ابنها يتكتب باسم ابوها، يعني يبقى ابنها هو اخوها رسميا. حاجات لخبطه فظيعه بتحصل. طب الكارثه دي اللي بتحصل كل يوم يا دكتوره سميه، انتوا شايفين ايه كمركز القومي؟ لا احنا شاركنا مع الطفوله، دوركم ايه؟ شاركنا مع وزاره العدل في اعداد مسوده القانون المعروض على البرلمان، المفروض انه هيتناقش في الدوره دي. لكن الى جانب الجانب القانوني، الحقيقه احنا عندنا شغل كتير بنعمله في التوعيه سواء للبنات مباشره في المناطق الريفيه، او التوعيه للاسر ازاي يتم التعامل. الفرق بين ان البنت تتعلم ويبقى لها حياه ومستقبل وامان، وبين اللي بيحصل للنماذج البائسه من الفتيات اللي بيتم تزويجهم. التوعيه مش نافعه يا دكتوره سميه، الناس بتعمل في دماغها. الاثنين شوفي لازم مع الاستاذه مها، عندك كم قضيه من النوع ده يا استاذه مها؟ استاذه مها ابو بكر، ايوه انا معاكي يا دكتور. عندك كم قضيه من النوع ده؟ عندي وعند غيري، والدكتوره نشوى طبعا تعلم ذلك. وفي مناطق كامله بيحصل فيها كده، معروفه في ريف الجيزه وفي الصعيد وفي غيرها بالمناسبه، مناطق كامله بالنسبه لهم ده عرف. البنت للاسف الشديد بيتعاملوا مع البنت زيها زي، انا اسفه زيها زي اي كائن حي اخر، مش عايزه اقول يعني حيوان او كذا. مجرد البلوغ اذا هي قادره على الانجاب. يعني ماساه، احنا عايشين ماساه حقيقيه بجد يا دكتوره، ولابد من تدخل تشريعي. احنا ما عندنا لا مناص من ذلك، ما عندناش حل، ما فيش حل. لازم نكاشف نفسنا ونواجه نفسنا. منا دي مش بنت اللي عمل الزفه، منا بنت المجتمع، منا دي مستقبلنا واولادها مستقبلنا. الازمه دي دكتوره سميه والاستاذه مها، انا شايفه انه الازمه دي كاشفه وفاضحه للمجتمع ككل. طبعا مش لمنا فقط. لا صحيح، احنا جميعا. هي على فكره هي منا لم تفتضح في هذه المشكله، اللي تم فتحه هو الازدواجيه اللي موجوده في المجتمع، اللي تم فتحه الظلم اللي بيقع على الفتيات الصغيرات. ده بيقول لنا يعني ان احنا محتاجين
نكمل في الملف بتاع الجانب التشريعي، لأنه الملف القانوني محدد مين المسؤولين عن الجريمة دي، وكل واحد هيبقى له عقاب وحساب وتطبيق. فالمسألة دي لما هيتم إقرارها قانونا الموضوع هيفرق كتير، وهنا أثر التوجيه وأثر التوعية وأثر التدريب وأثر الإعلام هيبان. لكن طول ما هو مفيش تفعيل، ده انا مش مصدقه ان هم هيخرجوا باي باي مع السلامه. هو حضرتك لازم برضو، معلش احنا لازم نبقى عارفين ان في تيارات موجوده هي مش هتبقى مرحبه بمساله التشريع دوت، طبعا لانه زي ما طبعا في ناس بتشرع انه البنت تتجوز في هذا السن. لا والله ما تستطيع الوصف، وده شيء يعني ملوش علاقه بالزواج. اتفضلي يا استاذه مها. للاسف يا دكتوره احنا مر علينا سنه سودة، الحمد لله ان هي مرت وزعق لنا نبي وخلصت. كان في هذه السنه احد اللي بين قوسين بيسمي نفسه شيخ او يطلق عليه شيخ، قال لك البنت تتزوج ما دامت تصيق. يعني منطق مش طبيعي ومش منطقي ومش انساني. الناس دي اصلا متجرده من فكره الانسانيه يا دكتوره. بيقول لك ده عرف وسائل. لابد من التصدي ليهم فعلا. احنا للاسف هذه التيارات الظلاميه، يعني هم مش بس ارهابيين، هم كمان ظلاميين، بيشدوا مجتمعاتنا. يعني حتى لو كان، لو افترضت ان ما يقولوه هو يجوز، هو متحول لتجاره، تجاره بشريه. طبعا تجاره طبعا. بشر طبعا. انا ليه اجوز واحده عندها 15 سنه الا اذا كنت بتاجر فيها؟ صحيح صحيح طبعا طبعا. انا معاكي يا دكتوره سمية الالفي، بشكرك جدا، رئيس الاداره المركزيه للتخطيط مجلس القومي للامومه والطفوله، وبشكر الاستاذه مها ابو بكر المحاميه. بعد الفاصل عندنا بقيت الموضوع لسه مخلصش وما انتهاش ومش هسيبه. مشاهدينا فاصل وهنرجع تاني. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة أخرى، ما زلنا في نفس الكارثة، كارثة الشرقية. هنسمع واحد من شهود العيان. معايا الأستاذ محمد إسماعيل من أهالي المسلمية، القرية اللي بالشرقية. أهلا بيك يا أستاذ محمد في 90 دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اقول لك الاول انا بحب الشرقيه واهل الشرقيه، وانت عارف ان انا جيت لكم قبل كده كذا مره، وجيت حضرت افراح، ودايما باشيد ببنات الشرقيه وباخلاق بنات الشرقيه. فانا اول حاجه ده اللي حبيت ان انا ابلغه لك في الاول. تمام يا فندم. عايز اسالك الاول، انت واحد من اهل القريه ومن تمام. شهود العيان تمام. وعارف أهل العريس تمام. وعارف أهل العروسة تمام. حقيقة الموضوع إيه اللي حصل؟ حقيقة الموضوع أو تفاصيل الموضوع ديت تفضل. ألو، أنا منتظرة، أنا سامعة حضرتك. تمام. حقيقة الموضوع ديت اللي احنا عرفناه، البنت اتجوزت يوم الخميس، يوم الجمعة اتطلقت زي ما حضراتكم نشرتوا كده. سمعنا حضرتك؟ تمام 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 تمام. احنا منفاجئين ان يوم الجمعه يوم الاحد دوت ان الناس بيقولوا بنتهم اتطلقت عشان ان هي مش بنت. طبيعي احنا مجتمع ريفي، وانا لو بنتي مكان السيد ابو غنيم دوت انا هعمل نفس اللي عمله دوت عشان اثبت براءه بنتي. سواء هتقولي لحضرتك قاصر مش قاصر، بالعكس انا قلت كده، انا قلت انا هو المفروض انه يعمل كده. طبعا هي اتجوزت، ومش السيد اللي عمل الزفه دي، احنا اهل المسلمين اللي عاملين الزفه دي. اه ان دي بنتين وبنت كل واحد في المسلميه.
تمام. فاحنا مش هنقبل، ده شرفه اصله، نقبل اي بنت. لان حطيت نفسي مكان السيد وده بنتي، رجاله كانت واقفه امبارح بتعيط على المنظر دوت. طبعا شرفه. حصل خطا بالنسبه للاطراف اللي دخلت تحل في الدور او الكلام ده كله. مع حضرتك المفروض ان اللي يخش في مواضيع زي دي يكون حد بيفهم في حاجه اسمها كشف عذريه، لازم دكتور او طبيب شرعي اللي يحدد الحاله ديت. تمام، على حضرتك عارفين اللي مش مثقف مش يعرف. طب ما هو هو وداها لدكتور عادي في الاول ولا دكتور في الوحده الصحيه؟ لا انا سمعته، لا انا سمعته، لان مش شاهد عايز حضرتك بتقول، لا انا سمعته وداها لدكتور عادي. طيب لكن الاب ودى لدكتور في الوحده الصحيه، لا في الطب الشرعي، المركز الطبي، المركز الطبي بالحسينيه. تمام، اللي هم قدامه ده مركز طبي معترف بيه رسمي قدام اي جهه حكوميه. تمام، واثبت عذريه البنت. تمام، المفروض انا كان المفروض موقف زي ده حصل ان انا اخد دكتور واثنين وثلاثه قبل ما اسيب بنت في شرفها بالوضع دوت. صح، طبعا يجي ناس حكماء يقعدوا يفصلوا، لان موضوع الشرف احنا كلنا عرب وكلنا مسلمين وكلنا فلاحين، حته الشرف ديت صعبه جدا. فالمفروض كان بيبقى في ترايس قبل ما اخد القرار دوت. دي معروفه البنت ديت المطروبه، دمها هرز مع الناس بتقول في غشاء بكره مطاط، ممكن ما تفضش الا بعد الولاده، ولو البنت ولدت قيصري مش بنفض غشاء البكار، ممكن تبقى مخلفه لسه غشاء البكار زي ما هو. محدش بيعرف الموضوع دوت، ما لجناش لدكتور صح يعرف يفسر لهم هو ده يا جماعه الوضع كذا 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 كذا. المهم اللي طبعا تعاطف اللي بنت تتجوز يوم الخميس تطلع الجمعه، اللي طبعا زي ما حضرتك شفت والناس اللي صورت والكلام ده كله، فرحه بتتعامل مع الكل، لان بنت شريف والناس دي ناس كويسين وناس محترمين معانا في البلد، عارفينهم من سنين متربيين ومولودين هنا مع بعض. انا عايز اسالك سؤال، انت شايف الشاشه؟ ايوه شايف الشاشه قدامك، هات لي أيوة. الصوره يا تامر، عايز اسالك مين اللي واقفين جنب منا اللي على ده؟ مين باباها اللي لابس جلابيه؟ لا قريبهم، واحد قريبهم. قريبهم، وده مين؟ ده عمها. واللي جنبه ناس اهالي. ده مين؟ دول اهالي، ناس من بره الحي بتاعنا. طيب مين الست دي؟ ست ديت انا ما اخدش بالي من هنا حضرتك. انا بالنسبه للي حاطه ايديها على وشها ديت، انا ما اعرفش دي مين، لان الصوره مش واضحه قدامي، ولا اساسا انا ما اعرفش امها اساسا. يعني مش عارف مين الست دي؟ انا منى ديت انا ما شفتهاش الا امبارح ساعه الزفه، ما كنتش اعرفها. انا بعدي من على البيت، سلام عليكم، وعليكم السلام، ما حدش يعرفها، بنت في بيتها محترمه، في بيتها ما حدش يعرفها. ياسمين يا جماعه بردوا عليا في الحلقه. طب انا عايزه اسالك سؤال دلوقتي، اللي حصل ده انا معاك في انه طبعا ما ينفعش انه بنت من بناتنا، بنت مصريه، يطلع يشهر بيها بهذا الشكل. تمام، بنت الكل. وخصوصا انه حصل عكس اللي هو قاله. وبعدين انه هل صحيح انه خلاها تعمل فيديو تقول فيه انه هي مش عذراء وانه اخوها اللي عمل فيها كده؟ انا ما شفتش الفيديو وما اعرفش، لان مش شاهد عندي زي ما قلت لحضرتك. انا اشهد بالحاجه اللي شفتها بعيني، اللي انا اسمعه دوت لو هو حقيقه، وطالما ما شفتوش مش هيبقى حقيقه بالنسبه لي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى تاني خالص، انتوا العرف عندكم في البلد انكم تجوزوا القاصرات كده عادي في هذا السن؟ مش عندنا حضرتك بس، ليه في ارياف الجمهوريه على بعضها على بعضها. وعاوز تتاكدي من كلام حضرتك، ارجع لاي محكمه هتلاقي في حاجه البنت لما بتتجوز اول مره باسمها وثيقه عقد الزواج. تمام، بعد كده بتلاقي فيه لما تكون مسبوقه بعقد عرفي بتلاقي تصادق على زواج، في ظهر القسيمه مكتوب اسم البنت او الزوجه وكانت بكر اثناء العقد الاول. ارجع للمحكمه، لما هو العرف، لما العقد العرفي، العقد العرفي مش معترف بيه، المحكمه بتعترف بيه وتثبته في قسيمه الزواج ليه؟ في التصادق على الزواج ليه؟ تقدر تقولي لي لحضرتك؟ بس دي جريمه، زواج القاصرات ده جريمه. لا مش جريمه، مش جريمه، لانه القانون بيقول 18 سنه. قانون حضرتك الاستاذه مها ابو بكر قالت لك مفيش جريمه، مفيش عقوبه. انا ارجع للمحكمه. هو ده بقى اللي بيعتمد عليه. لا مش معتمد عليه، احنا معتمد علينا احنا، انهم مش هيتحاسبوا. يا فندم احنا في زمن الوقت زمن فتن، اللي عنده بنت بتكبر وهتنفع تتجوز وتفتح الزواج، دي مكتمله الامومه قدام حضرتك، هجوزها. القانون دوت قانون سماوي ولا قانون وضعي؟
طب انا عايز اسالك سؤال، انت حضرتك حضرتك بعد اذن حضرتك، ده بدل ما اقول ان الراجل ده عمل جريمه، ده ما انا عدلت سن الزواج ل 16 سنه عشان اضمن حق البنت ما يضيعش. صح؟ طب ليه حضرتك ما طرحتش المشكله دي؟ حضرتك انا متابعك من اول الحلقه، انت حاطه على راس الراجل طين، مع احترامي ليكي. طب ممكن اسالك سؤال؟ هي البنت اللي عندها 16 سنه دي قادره انها تخلف؟ ده بس انت عايشه اتجوزت على سن كام؟ نعم. رد عليه بعد اذنك، السيده عائشه اتجوزت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على سن كام؟ على سن 12 سنه. هل السيده عائشه مش كانت تقدر احنا تخلف؟ في دوله قانون بنلتزم بقانون. احنا دوله شريعه اسلاميه بتحكمنا، ولذلك احنا. طب انت مش شايف انه الزواج في السن اللي انت بتقول عليه ده اصبح دلوقتي تجاره؟ لا مش تجاره. لا مش تجاره؟ لا ابوها مش باعها. لا مش تجاره. ابوها حاطط اكتر من 300,000 جهاز للبنت ديت، ولا 400,000 جهاز. مش تجاره. ابوها ما باعهاش عشان نقول تجاره. طب وليه ما يستناش عليها لما تكبر، لما تتم 18 سنه؟ ايه اللي هيحصل؟ عارف ايه اللي هيحصل؟ لما يعدي بقى سن 18 و20 سنه زي ما حضرتك، زي ما في القاهره ممكن تتجوز على سن 25 30، احنا عندنا هتعدي 20 سنه بقول عليها عانس. احنا المجتمع ريفي حضرتك. انا بقول 18 مش 25. 18 18 حضرتك، اللي البنت لها سن معين. لو انا جاي لبنت اللي هو ال 15 و16 يا فندم، في 14 سنه متجوزين عندكم في البلد؟ في كل الجمهوريه. ارجع للمحكمه وشوف تصادق. بص، لما حضرتك عاوز تعمل تحقيق صحفي انزل على اي محكمه وانزلي شوف تصادق اسامي مع اذن حضرتك. طب واللي بتخلف تعمل ايه في ولادها؟ تسجلهم ازاي؟ لا انا معاكي. اللي بتطلق بتسجلهم ازاي؟ بتطلع ازاي؟ بيطلع عين اهلها على ما يثبتوها في المحكمه. أنا بيطلع ايه؟ معلش تاني، ايه قول تاني؟ بيطلع ايه؟ عين اهلها في المحكمه على ما يثبتوا دي. طب انا على فكره. طب يبقى انا كده ضريتها ولا نفعتها؟ احنا حضرتك ده ما نخلي سن الزواج على 16 سنه، ده ما نناقش قانون. تطرح حضرتك فكره من خلال البرنامج المحترم بتاع حضرتك، نناقش تعديل سن الزواج ل 16 سنه، وبقى انا ماشي تبع السن. لان في احنا عندنا بنت، انا شفت بنت 12 سنه، انا كنت بقول لها يا مدام، لما شفت الشهاده بتاعتها لقيتها لسه 12 سنه، بسم الله ما شاء الله. 12 سنه. 12 سنه ست، انا فكرت كنت مفكرها مدام. الشكل بتاعها، وقسما بالله انا بحلف لك انا داخل. وانا بجوز بالسن ولا بالشكل؟ لا حضرتك، هو السن ده بالنسبه للقانون، ولكن بالجسم اكتمال. اكتمال حضرتك، انت بتجوزي كده بالقانون، ولكن الست مؤهله للزواج والميلاد والكلام ده والحمل ده كله بناء على جسمها. ما انا ممكن الاقي واحده عندها 30 سنه. وانت اللي بتقول ولا المشرع يا استاذ محمد؟ المشرع ده نازل له من السماء ولا بشر زيه زيك؟ لا ده قانون لازم نلتزم بيه، دوله قانون. قانون ده نازل من السماء ولا قاضي ومستشارين قعدوا ودرسوا الحالات؟ قانون وناس فقهاء وناس اساتذه قانون ومشرعين. قانون ينزلون. انت ايه عايز ايه منهم دول؟ يعني مش عاجبينك؟ مشاركه مجتمعيه حضرتك، في حاجه اسمها مشاركه مجتمعيه. انزل اعمل دراسه على القانون اللي انا قبل ما اسنه ولا اشرعه، انزل اشوف المجتمع ده ايه القانون اللي يمشي معاه، كيف القانون على المجتمع، كيف المجتمع يعني على لازم اصحح الخطا عشان امشي على مزاج حضرتك؟ لا مش على مزاج حضرتك. الاول كان الاول ده، هل الدوله كانت فاضله الاول لما كان بعمر تسنين عند الدكتور؟ هل كانت الدوله ايه؟ الدولة كانت على الخطأ لما كان البنت ما كانش فيه شهادات ميلاد، وكان يروح دكتور الصحة يسننها والكلام ده، وعدلنا ده وبقى فيه قانون. قانون بيحدد سن الزواج من 18 سنة. انت مش عايز تسمعني، مش بتديني فرصة، بتسألني السؤال وبترد انت. لا حضرتك، لا حضرتك، بعد اذن حضرتك، القانون اترفع من سن 16 ل 18 صح؟ بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ على الكارثة اللي احنا فيها، على المحاكم ومشاكلها وقواضيها اللي موجودة، وارتفاع نسب الطلاق وتشريد الأولاد والبنات بالإعلام يا فندم. طب طالما جبت سيرة الدين يا أستاذ محمد، لو سمحت خليك معايا لحظة واحدة أستاذ محمد. اتفضل. أنت جبت سيرة الدين، بمناسبة أنك جبت سيرة الدين، أنا عايزة حد يفتينا من علماء الدين. معايا الشيخ إبراهيم رضا، احد علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا شيخ ابراهيم، واهلا بيك معانا في 90 دقيقه. الو، مساء الخير. عليكم السلام يا شيخ ابراهيم. يسلمك يا دكتوره بسمه، اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا شيخ ابراهيم اغثنا، الدين محتاجين راي الدين
في زواج البنات القاصرات اللي ما كملتش 14 و15 و12، والاستاذ محمد ضد ان احنا نستنى ل 18 سنه. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على مش حاسس بالكارثه اللي البلد بتمر بيها والبنت بتمر بيها والعيله والاسره بتمر بيها، الاطفال اللي بيتولدوا ما بيبقوش عارفين يسجلوهم في المحاكم ولا يسجلوهم في على البطايق، والبنت اللي مش عارفه تاخد حقها، والعقد العرفي اللي بتتجوز بيه، وطفولتها اللي بتتذبح وبتتقتل، دي نعمل فيها ايه؟ اتفضل يا شيخ ابراهيم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. خلينا أحييكي مرة تانية علشان اهتمامك بقضايانا، وحيي الأستاذ محمد من الشرقية، وشايف إن هو بيتكلم باعتبار أن الدولة فتح باب الموائمة. يعني الدولة دلوقتي بتقول لك إيه؟ هو مين اللي بيدي الناس فرصة إن هي تتجوز بالشكل ده؟ لاني انا باجي اقول له بعمل لك عقد تصادق بعد ما بيتم ال 18 سنه وخلصنا على كده. طيب احنا دلوقتي اشتغلنا على القانون ولم نعمل على الفكر وثقافه المجتمع، ما حاولناش نقول له. هو سالك سؤال بيقول لك ايه؟ هو مين اللي قال 16 او 17 او 18؟ هنا لما تيجي تجتمع الدولة المصرية من خلال علمائها ومن خلال متخصصينها ومن خلال حوار مجتمعي وتقول ان السن يبقى 18 سنة، يبقى قانون ملزم للجميع، بدليل ان انا لما بلجأ لحالة عرفية فانا كده ببقى سامع يا استاذ محمد، القانون ملزم للجميع طبعا شرعا وقانونا. ده عالم اهو من علماء الازهر يا استاذ محمد. شرعا وقانونا احنا ملزمين بما اجمعت عليه الامه، ان احنا النهارده قلنا ان سن الزواج 18، انا بدي البنت فرصه ان هي تتعلم، بديها فرصه ان هي تبقى ام، يعني فكره اعداد الام، وعايز يفهم وحقه، يعني انا بحييه، انا علشان اقدر اقدم للمجتمع ام بتعلم جيل جديد، مش طفله صغيره فجأة بتحمل في طفلة تانية ونلاقي الرحم غير مهيأ ويحصل نزيف مرة واثنين وثلاثة. طب ما خلينا نتكلم بصراحة، هو ليه الولد قال عليها كده؟ لأنه لا يدرك، حتى الراجل نفسه في مجتمعنا أصبح لا يدرك الفرق بين الوضع الطبيعي والوضع غير الطبيعي. وبعدين أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي يا أخي يا أخي، ده الراجل لما راح قال للنبي، ده أنا شفت اتنين في واقعة زنا، قال له النبي: هلا سترتهما بثوبك؟ مش بنتنا الشريفة العفيفة اللي القرية كلها قامت على بكرة أبيها علشان تحتفي بطهارتها ونظافتها. عارف ليه بنقول 18؟ علشان آدي آخر عمايل الزواج اللي هو من تحت الترابيزة، آدي احنا سيبنا المجتمع لبعضه، اتفرجوا ايه اللي حصل النهاردة. حضرتك بتقول السيدة عائشة، هو انت عايز تجوزها عندها 9 سنين؟ على فكرة أنا لما بقول ده البعض بيزعل مني، الرواية اللي بتقول إن عائشة النبي كتب عليها وهي 6 ودخل عليها وهي 9، أنا بسأل سؤال، وده طرح في رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. السيدة عائشة اتجوزت في مكة ولا في المدينة؟ بالإجماع اتجوزت في المدينة. لما هجرت من المدينة كان عندها 17 سنة وست شهور، ولم تتزوج إلا بعد أن مكثت بالمدينة ما يقرب من سنة، يعني تجاوزت 18 سنة واربع شهور، وبذلك تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز حضرتك النهاردة تجاوبني، هل تقدر النهاردة إنك تقول إنك تقدر تكتب كتاب بنت عندها 6 سنين؟ خلاني أتكلم بصراحة عشان بس ايه ما نبقاش عندنا عادات. على فكرة انا بتفق معاه في حاجة، الراجل ما بيبيعش بنته، الراجل ضحية مجتمع وضحية دولة مصرة ان هي تشتغل على الموائمة، ان علشان البعض ما يزعلش في بعض القرى والنجوع سيب الباب مفتوح. مفتوح لمين يا فندم؟ يعني مفتوح لمين؟ مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول كده؟ ونعمل ايه يا شيخ رضا؟
هقول لك بقى حضرتك، هنا لابد من عدالة ناجزة وتغيير بعض مواد القانون للأحوال الشخصية، وأن يضمن أن هذه تعتبر جريمة، ويجب أن يقدم الأب ويقدم المأذون ويقدم كل من تورط في مثل هذا العقد إلى القضاء. وأما ياخد له سنة أو اثنين في السجن هيفهم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يا جماعة الأمم ما بتتقدمش كده. سيب أقول لك ليه بقى، وأنا نفسي تفتح الملف ده ويشهد على الكلام ده المجلس القومي للطفولة والأمومة. أنا مصر أن 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 العقل المصري يتعامل مع البنت على أنها ورطة من أول ما هي طفلة، بيتعامل معاها ان هي ورطه. ربنا قال كده، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. دي مش ايامنا، دي ايامنا والتي والعزى. استنيني عشان اقول لك ان هي بقت اسوء من الايام دي. اقول لك ليه بيبتدي، اولا يختنها. اقول له بتختنها ليه؟ عارفه ليه؟ لانه ما عندوش ثقه. اولا هيجي يقول لي دين، انا قلتها وبقولها للمره المليون، اتحدى من يخرج على الهواء الان واتحدى من يثبت ان النبي ختن واحده من بناته، لان النبي كان بيربي وعنده ثقه في تربيته، فما كانش محتاج يختن. احنا بنختن بناتنا ليه النهارده؟ لاننا بنتعامل مع البنت على انها حمل وعبء يجب التخلص منه. بعد كده تلاقي يروح ينزلها اي مزرعه تشتغل عشان تجهز نفسها بدري، تجيب لها حاجات زي ما قال ب 300 400 الف جنيه، والاب يدين، وبعدين تتجوز جواز تحت الترابيزه فرحه ناقصه. ولو حملت زي ما المحامية قالت لي كده، يا إما الولد يكتب باسم جده، يا إما الولد يفضل في الشارع كده لغاية ما يكبر كده ونشوف له أي مصيبة ولا أي حل كده ونعمله، والدولة بعد كده مضطرة. طب معلش شيخ إبراهيم، ندي فرصة لمحمد يتواصل معاك. يا أستاذ محمد، سمع الشيخ إبراهيم بيقول إيه؟ الشرع والدين بيقول إيه؟ المحكمة في حق التصادق على الزواج برضو زي ما برضو أنا برد على الشيخ، ما انت عاوزين نقفلها من منبع، يبقى نقفلها، ما اديش فرصه لمأذون ان هو يكتب عرفي. عندك حق، والله عندك حق. مين قال لك انه مأذون بيكتب عرفي ممنوع؟ لا حبيبتي، لا بيكتب تحت الترابيزه يا استاذ محمد. المحكمه بتاخد بحضرتك يا استاذه بسمه وبتعملوا تصادق على زواج، المحكمه بتاخد بيه تحت الترابيزه، ولكن المحكمه بتاخد لما هو تحت الترابيزه. بيبقى في اسباب انا على ما اظن، عشان انا لا محبش افتي في الدين. يعني مثلا يا شيخ ابراهيم، مش في الثيب مثلا؟ ممكن في اسباب، لكن بدون اسباب ما ينفعش. يا استاذه بسمه، هي ورقه العرف دي، ورقه العرف لا يترتب عليها اي حقوق للمراه الا حاجه واحده، ان هي لو حملت يقولوا ايوه الولد ده ابنه. فهنا انا، انت دلوقتي لو حد عايز يتجوز بيعمل ايه؟ بيروح للمأذون، المأذون بيجيب له وثيقه من اربع صور ويبتدي يقول له ده عقد زواج. لكن اللي هم بيروحوا للمأذون يقولوا له احنا مجوزين عرفي، لان في واحده كبيره بتتجوز عرفي علشان تحافظ على المعاش. خلينا نفتح القضيه كلها سببها بقى، بحصل واخد بالك. فهنا لها حق ان هي تحول من عرفي بالتصادق، حاجه اسمها التصادق، ان هي تروح تقول انا متجوزه بقالي 3 4 سنين والراجل ده زوجي ودول شهود والمأذون بيعمل لها عقد تصادق. انا هنا عايز اقول حاجه واحده بس، احنا هنصدق مين ونمشي ورا مين؟ الاستاذ محمد عنده حق في ايه؟ انك انت فاتحه ثغره قانونيه تحت باب التصادق، ان اي حد يقدر في اي وقت بعقد عرفي يحول العقد العرفي لعقد شرعي. بس امتى؟ لما البنت تجيب 18 سنه. طب وابنك منين يا جحا؟ طب ما هو هيجوزها من 13 ده برضه. علشان نعالج الكوارث والاطفال والنسب، صح؟ طب ما انت، بس مش المبدا كله. مش ده الاصل في الموضوع. الاصل في الموضوع الزواج من 12 ومن 10 ومن 9. طيب ما هي دي الاشكاليه، انت فاتحه باب قانوني، انا بقولها لك اهو، انت فاتحه باب قانوني يقدر طالما انت بتجيلي من هنا انا هاجي لك من هنا. فاحنا ما هو خلي بالك برضو الراجل في الشارع ما هوش عبيط، يعني العرف شديد. يعني انا كنت عامل بحث بقول فيه ان بعض العادات اصبحت اقوى من العبادات، فالزواج المبكر عاده عند المجتمع الريفي،
طيب عادة 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 عايزك تجاوبني يا شيخ يا شيخ رضا، جاوبني. لو الزوج اللي متزوج هذه القاصر توفى الله هتعمل ايه؟ خلاص عادي. عارفه ايه؟ لو جاب يتولد الولاد تكتب باسم مين؟ ممكن غالبا بيكتبون باسم جدهم عادي، علشان ويتحول تتحول الام بقت اخته. يعني على الورق يبقى اخوها. اه طبعا. مش ابنها. آه طبعًا. وعادي. آه طبعًا. احنا كده مبسوطين. اه طبعا. ممكن ابو زوج يعجبك ده يا استاذ محمد كده مبسوط؟ وبتكتب وحالات قدامي حصلت تتكتب باسم ابو الزوج بقى اخو ابوه. يعني انت مبسوط يعني كده يا استاذ محمد؟ انا مش مبسوط، ولكن احنا عاوزين نصيغ بكون صيغه قانونيه تتلائم مع المجتمع وتتلائم مع القانون. القانون موجود بس انت مش عايز تلتزم بيه. زي ما قال الاستاذ ابراهيم في دراسات مجتمعيه، انزل للمجتمع واشوف ايه اللي يتلائم مع المجتمع معايا يتماشى مع القانون. موضوع محتاج حلقات وحلقات. وأنا بشكر الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، وبشكر الأستاذ محمد من الشرقية. لا موضوع يا جماعة صعب. بعدين الحقيقة محتاج تعاون من ناس كتير. أنا عايز أعرف هو ليه، هو هل في في القرى، جماعة جاوبوني انتوا في الإعداد، هو في القرى توعية؟ يعني ناس بتنزل تعمل توعية؟ ها شباب التنسيقية ليهم علاقة بالقصة دي؟ وزارة التضامن؟ ومين تاني؟ عشان أنا عايزة ألنك مع الناس دي. المجلس القومي للمرأة، وزارة التضامن، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وشباب تنسيقية الأحزاب، أنا بشوفهم في كل الخدمات على فكرة، ورجال الدين، كل دول يا جماعة عايزين ننزل نعمل توعية. أعمل منصة كده وأجيب الناس وأتكلم معاهم في الصح والغلط. الناس بتسمع، الناس فكرها بينور. أصل الناس ما بتشوفش دلوقتي غير التلفزيون والأفلام والمسلسلات. وبعدين الكم اللي احنا بنوجهه للناس الصح بيبقى حقيقي جرعة قليلة، اللي هي الجرعة الرمضانية. لكن طول الوقت أنا مش شايفة إنه في جرعة بتأثر وتأثيرية على الناس دي، علشان أقول لهم وأحاول أفهمهم إنه الجواز القاصرات ده كارثة بكل المقاييس. تاني حاجة، أنا عايزة التشريع القانون لمجلس النواب يهتم. هو يا جماعة مين دلوقتي تشريع القانون، وبعد تشريع القانون بيحصل إيه يا جماعة؟ الوزارات لازم تنفذ، وقالت لك وزارة العدل لازم تنفذ القانون، والمحكمة هتلتزم بالقانون. يعني لازم تبقى في دايرة كلها متضفرة ماسكة في بعض، وإلا الأطفال البنات الأبرياء دول هيضيعوا، ودول في رقبتنا، فما ينفعش. ففي نهاية القصة الكارثية بتاعت طفلة الشرقية، القصة دي مش جرس انذار حقيقة، القصة دي قلم على وشنا، صفعة للمجتمع ككل. الموضوع مش بس في جريمة الزفة اللي عملها الأب وأهالي القرية، ولا الجريمة في التعامل مع زواج القاصرات واللي عمله الزوج وكأنه عادي في التحايل على القانون في تدمير نفسية الطفلة. الطفلة دي هتعيش ازاي بعد كده؟ ها؟ تدمير قيم المجتمع ككل. عشان كده يعني ده مش جرس انذار ولا نداء، ده توسل ورجاء من كل رجال الدين وكل المسؤولين. شوفوا مشاكل الناس الحقيقية، انزلوا لهم الريف والقرى والنجوع، انصحوهم، كلموهم. السادة النواب أرجوكم قوانين حاسمة وصادمة لإنقاذ المجتمع ده، أرجوكم. نطلع فاصل. بانطلاقة قوية بدأنا،
وسط أقدم الحضارة وعلى سفح الأهرامات كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية. مشاهدينا معكم مرة أخرى. قبل ما أبدأ في أخبارنا وبقية حلقتنا، عايز أقول أنه أنا جالي اتصال في الفاصل وقالوا لي أنه الست اللي أنا كنت بسأل عليها في الفيديو فوقعت منا، اللي كانت واقفة على الشمال، الست المحجبة اللي عاملة كده بالظبط، دي والدة منا. بصوا أنا مش هتكلم، أنا هسيبكم أنتوا تفكوا الرموز بتاعة رد الفعل ده والشكل ده في واحدة شايفة بنتها بتتجوز ليه عاملة كده. أنا أظن أن الأم منطقية، يعني شايفة أن بنتها صغيرة على الجواز، أعتقد ممكن أكون غلطانة معرفش، بس هي يعني واحدة اللي هو في مصيبة، يعني أنه ممكن تكون عندها اعتراض أن بنتها تتجوز في هذا السن المبكر. خلصنا بقى من موضوع منا، ندخل في أخبارنا. نبدأ أخبارنا من نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان في الدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وقبل مغادرة سيادته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدولة العربية، مع الإعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال. نتابع تقرير عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطر. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.
معنا أيضا هنروح لخبر تاني. النهاردة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار قانون له طبيعة وأهمية خاصة. وقال رئيس مجلس النواب أن أهمية القانون لا تأتي فقط من أنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي ومجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي. خلونا نتابع مع بعض جزء من كلمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. يتم مراعاة الآتي: أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة، ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين، بما يوفر بيئة ومناخا استثماريا داعما ومحفزا للاستثمار في مصر، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية. كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، سواء أمام اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة، أن عدداً غير قليل من أعضاء المجلس خاصة من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي قد أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتي كانت تستند في الأساس إلى أسس فنية. لذا أدعو اللجنة المختصة في مجلس النواب عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التي قد ترتئي اللجنة أنها لازمة على المشروع، وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلي الحكومة وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقاً مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. أرجو الانتباه والاهتمام بهذا الموضوع. طيب مشاهدينا، علشان نعرف تفاصيل أكتر، معانا هاتفيا النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. برحب بك سيادة النائب، أهلا بك معانا في 90 دقيقة يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. إيه الجديد يا فندم في التعديلات اللي مقدمة النهاردة عن أي تعديلات سابقة؟ إيه الخلاف؟ إيه المختلف يعني؟ طيب بس سيادتك في البداية اسمحي لي بس أتقدم بالتهنئة للحكومة المصرية والشعب المصري العظيم على النجاح الباهر لتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والحقيقة هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع واللي أثبت قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المحافل الدولية. أيوه. أما فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حضرتك هذا المشروع مقدم من الحكومة بحيلة إلى مجلس النواب. مجلس النواب أحاله إلى مجلس الشيوخ في أكتوبر العام الحالي. لأخذ الرأي الاستشاري يعني سيادة النائب. بالضبط كده. تم دراسته ومناقشته مع الحكومة في لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. قامت بإدخال تعديلات عليه.
ثم أحالت هذا التعديل إلى الجلسة العامة بمجلس الشيوخ وبدورها تم إقراره، وتم إحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته. طبعا حضرتك عارفة أن في الفترة الأخيرة مصر كان فيها مجموعة من الأحداث المتتالية زي المؤتمر الاقتصادي والمعرض الدولي الأول للصناعات، إطلاق الحوار الوطني، كل هذه الفعاليات كان الهدف منها المشاركة بالآراء والأفكار علشان نشوف إزاي إن إحنا نقدر نحقق تنمية اقتصادية. من هنا جه الزخم لهذا المشروع، وبالتالي مشروع قانون الاستثمار الحالي يحظى بزخم مجتمعي وشعبي لأسباب عديدة. السبب الأول وهو الحقيقة القائلة بأنه لا اقتصاد أو تنمية اقتصادية بدون استثمار. رقم اثنين، دعوة وتوجيهات فخامة السيد الرئيس بدفع الاستثمار والقضاء على التشابكات بين الجهات المختصة وندعم الاستثمار بحيث أن احنا نقدر نجني المساهمة الفعالة له في التنمية الاقتصادية. أيه. وبالتالي توفرت لدينا القدرة والرغبة على دفع عجلة الاستثمار، وأصبح لدينا بنية تحتية جاذبة للاستثمار. بالضبط كده، كل دي كانت دوافع وراء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لنا اليوم كلجنة مختصة وهي لجنة الشؤون الاقتصادية، بالتركيز والتدقيق والاستفادة مما وصل إليه مجلس الشيوخ من مناقشات ودراسات واقتراحات، والعمل بتنسيق تام مع السلطة التنفيذية علشان نطلع بمنتج تشريعي يلبي طموحات مجتمع الأعمال. طب إيه هي طموحات مجتمع الأعمال؟ واحد، تحسين بيئة الأعمال، تهيئة مناخ الاستثمار، تعزيز المنافسة، تشجيع القطاع الخاص، الترويج للمشروعات القومية والاستراتيجية اللي حضرتك تفضلت بيها. أيوة. كل دي دوافع يجب القانون يحقق ضمانات لتحقيقها. أيوة. كويس؟ طيب. علشان نقدر نحقق هذه الأهداف يجب أن مشروع القانون المعروض علينا النهاردة تكون نصوصه تضمن عدالة طرح الفرص الاستثمارية، أيوة، توافر المعلومات الكاملة للمستثمرين، القضاء على البيروقراطية الإجرائية والإدارية، تقليل المخاطر الاستثمارية، وأن تنظر الدولة كمان للعميل على أنه أو للمستثمر المستثمر على إنه يجب على الدولة أن تنظر إلى المستثمر على أنه عميل يجب المحافظة عليه. طب التعديلات يا فندم، التعديلات بتضمن هذه النقاط إلى حد كبير، لكن ولا محتاجة إضافة؟ لا محتاجة طبعا إضافة ومحتاجة تعديل، وسنستفيد من ده. دوركم بقى كمجلس نواب يا سيادة النائب. نعم يا فندم، ده دوركم طبعا، يعني كمجلس نواب اللي هو إضافة التعديلات الجديدة. طبعا حضرتك عارفة أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة سياسية مناسبة وبيئة اقتصادية مناسبة وبيئة تشريعية مناسبة. أيوة. دورنا أن احنا في مجلس النواب أن احنا نصدر التشريعات التي تمهد البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية. وبالتالي كل التعديلات التي سوف يتم إدخالها على هذا المشروع بعد المناقشات مع الحكومة والتنسيق معها ومع السادة أعضاء مجلس النواب والمختصين والمهنيين والخبراء والمستثمرين طبعا هم مهتمين، يجب أن تحقق هذه الأهداف بمنتهى الشفافية وبمنتهى العدالة عشان نخرج بتعديلات تلبي مطالب المستثمرين وتحقق طموحاتهم في نفس الوقت. وتبدد مخاوفهم. طيب ازاي التعديلات هتساهم في ده وفي دفع عجله الاستثمار؟ حضرتك احنا عندنا قانون رقم 72 لسنه 2017. أيه. هذا القانون رائع جدا ومنح حوافز عديده، لكن هناك اشكاليه في تطبيق بعض بنوده او بعض مواده.
هذه المواد يجب ان يعاد صياغتها بطريقه معينه بحيث ان هي لا يكون فيها لبس ولا فيها تشابكات بين الجهات ذات الاختصاص. بمعنى اذا كانت لانها اصبحت لا تناسب الواقع. هو الحقيقه هو قانون حديث، يعني الحقيقه هو قانون جيد وقانون حديث صدر 2017، يعني ما زال بس قانون. بس دايما معرفة. في مشكلات يا فندم في الاستثمار، عشان كده التطبيق والتجربه بتكشف. بالظبط كده، واقع الحال بيقول ان احنا ما زال عندنا مشكله في الاستثمار. طبعا صح. علشان نتخطى هذه الحواجز يجب ان هو يتم بعض التعديلات على القانون الحالي او على المشروع المقدم. زي مثال حضرتك الرخصه الذهبيه. الرخصه الذهبيه وارده في القانون ماده 20، لماذا لم يتم تفعيلها؟ لان هناك بعض الصياغات وبعض لازم سياده الرئيس يامر بتفعيلها. امر والجهات التنفيذيه ما بتنفذش. امر سياده الرئيس بالفعل بتنفيذها، والسيد رئيس مجلس الوزراء امر بتنفيذها وجاري تنفيذها، لكنها تحتاج الى بعض الصياغات، تعديل بعض الصياغات على هذه الماده الحاليه لكي يستفيد منها كل قطاع الاعمال التي تنطبق عليه الشروط الوارده في الماده. يعني الرخصه الذهبيه يا فندم محتاجه تعديلات؟ دي كانت دون جال المستثمرين يا سياده النائب. الرخصه الذهبيه في حد ذاتها حوافز. كويس؟ سوف تمنح هذه الرخصه لكل من تنطبق عليه الاشتراطات. تمام. سياده النائب معايا حضرتك؟ انا مع سيادتك، اتفضلي. طيب، ايه كمان يا فندم محتاج تعديلات؟ يعني في افكار كتير، والساده النواب طبعا هذه التعديلات سوف تكون نتاج مناقشات عديده في لجنه الشؤون الاقتصاديه، فيعني اسمح لي ان احنا يعني ننتظر قليلا من الوقت وباذن الله نعرض عليكم اخبار ساره. طيب قريب. امتى يا فندم متوقع انه اللجنه تنتهي من مناقشه مشروع القانون او هذه التعديلات؟ نقدر نقول على نهاية شهر أكتوبر، على نهاية شهر ديسمبر ممكن يكون التعديلات دي انتهت. بشكرك جدا سيادة النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. ومشاهدينا نطلع فاصل نرجع لحضراتكم مرة أخرى. تفرض وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية في جلب وتهريب المواد المخدرة، تلك الآفة الخطيرة على المجتمع واقتصاده. وتشكل النجاحات الأمنية في هذا الإطار رادعا حاسما لكل من يحاول جلب هذه السموم القاتلة عبر تلك المنافذ. في هذا السياق وفي ضربة أمنية استباقية قوية وحاسمة ضمن سلسلة الضربات الأمنية الموجهة ضد العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بوجود 3 حاويات قادمة من إحدى الدول ترانزيت ميناء الإسكندرية البحري في طريقها لدولة أخرى مشمولها المستندي المشروع أقراص كربونات الكالسيوم. مخبأ داخلها كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. أكدت التحريات وعمليات الرصد والمتابعة مع استخدام التقنيات الحديثة صحة تلك المعلومات. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش الحاويات المتحرى عنها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحاويات 3. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 18,336,100 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية.
تقدر القيمة المالية لهذه الشحنة الضخمة من المواد المخدرة المضبوطة بمليار وأربعمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف جنيه. هذا الرقم الضخم للمضبوطات وقيمتها المالية يعكس قوة الضربة الأمنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية تنسيقا فيما بينها، مستخدمة التقنيات الحديثة ودقة الرصد والمتابعة التي أحبطت معها تلك العملية للجلب والتهريب، ويؤكد احترافية ويقظة الأجهزة الأمنية في حماية منافذ البلاد الشرعية من كافة محاولات الجلب والتهريب من خلالها. النهارده جارة القمر بتحتفل بعيد ميلادها فيروز، معشوقة الوطن، معشوقة الوطن العربي. والجميل السنة دي انه بنتها ريما الرحباني نشرت فيديو ليها على صفحتها، الفيديو لفيروز وهي بتولع شمعة واحدة على تورتة عيد ميلادها. نشوف الفيديو مع بعض. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو فيروز، هابي بيرثداي تو يو. يلا دعم في خير. كل سنة وانت طيبة. قد ايه جميلة وقد ايه رقيقة، وبصتها للكاميرا تحس كده فيها خجل وتحس فيها سعادة، ورغم انها يعني غايبة عن الساحة الفنية من 2011 لكن فيروز جوه قلوبنا، وبنهديها فيديو لأهم أغانيها. طرحوا اني اروح على الكونسرفاتوار، ورحت على الكونسرفاتوار، وبعدين صرنا نقدم مع التلاميذ على الكونسرفاتوار اناشيد بالاذاعه. نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا، بيطلع من قبالنا يسمع الالحان. بهالفتره تعرفت على عاصي ومنصور لانه كانوا هن موظفين بالاذاعه وكان عندهم بروجرام بيقدموه. تعرفت عليهم وبدي المشوار معهم. علموني هن، علموني على حبك، فتحوا لعيوني. كل خطوه مشيت عليها جديده بالنسبه للغنيه كنت خايف انا اعملها، لاني ما كان حس اني ما رح انجح فيها. كان اصرار عاصي، هو كان شايف فيي وانا ما اعرف كل الادوار اللي عطاني اياها. انا ما اخترت شيء باللي عملته، كان من اختياره واصراره علي. سالوني بقى تسألي، لا يعتب
مشاهدينا بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا، ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تصبحوا على ألف خير.